مستمرين في حوارنا مع أستاذ الأمراض الجلدية المعروف والكبير طبعا دكتور محمد حسن الحفناوي، وحديث مستمر عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أهلا بك مرة تانية دكتور، وكلمني عن طقوس السيدة أم كلثوم قبل ما تكون بتحضر لمثلا حفل بتستعد ليه، أو لما تكون بتحضر لعمل جديد كانت بتبقى عاملة إزاي في البيت؟ يعني بروفات، نفسيتها بتبقى عاملة إزاي؟ بروفات كانت بتبقى في الإذاعة غالبا، لكن في الفترة الأخيرة ما كانش في البيت تدريبات، بتعمل في البدروم، بينزلوا في البدروم على أساس الخروج والدخول والكلام ده كله. إنما هي كانت تدقق قوي في المعاني في الكلام، وكانت ترتاح في جزء في الغنى وما بترتاحش في جزء، لأنها ذواق الكلمة، هي اتعلمت القرآن فذواقها في الكلمة وفي الحرف نفسه، حتى الحرف صغير. أنا أتحدى حد يسمع أم كلثوم ويلاقي حرف متاكل. لا يمكن. يعني مش ممكن. وكانت التنشن بتاع يوم الحفلة ده بيبقى عالي قوي. تبقى متوترة يوم الحفلة. خصوصا هي نازلة بقى رايحة. خدت رأيك يعني تفتكر إنه ممكن بعض الكلمات مثلا أحيانا تسمعها لك تقول لك ما تسمع دي تقول لي كده رأيك؟ أنا كان أبويا ممكن يقعدوا يتناقشوا في الكلمات يعني. فضل يحضر لها حفلاتها بعد الزواج؟ لا. ليه؟ كان بيسجل وبعدين لما هي ترجع يسمعوا الحفله تاني. الحته دي حلوه، الحته دي قالت كويس، الحته دي قالت كويس. يعني ما كانتش راح تسمع الحفله. فابويا كان يقعد مع اصدقائه من الدكاتره يسجلوها ولما ترجع هي. ايه الاغنيه اللي كان يحبها لها؟ ابويا انا؟ اكيد ليها اغاني معينه قريبه منه بيحب يسمعها اكتر. بيحب رق الحبيب قوي. بيحب رق الحبيب. دي شغلانة كبيرة قوي. ومن في الأطلال في الآخر دي كانت توب تاني، وصلت للتوب تاني. أنا مش متصور الحياة من غير أم كلثوم كطرب وكمغنى وكمعنى، يعني كان هيبقى ده متقيل شوية بالنسبة للناس كتير. أنا كل ما أروح أوروبا وكنت بنزور حد من الأساتذة من العلماء المصريين هناك، فيش بيت مصري في أوروبا أو في أمريكا ما فيهوش أم كلثوم. أم كلثوم صوتها فيه طعم الوطن، سمعت هسي مصر هو بعيد. وبعدين كمية التنوع اللي غنت بيه أم كلثوم حقيقة شيء معجز. أنا مش عارف الناس حاسة ولا مش حاسة ولا أنا ببالغ ولا مش فاهم، إنما في الحقيقة مصر تتحدث عن نفسها دي بسيطة. أصبح عندي الآن بندقية بتاعت أيام فلسطين، دي بسيطة. لما تغني عاطفي وانت عمري وتجدد كله وتتلم كل الشباب يسمع انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، ودي بسيطة. لما تقول والموجة تجري ورا الموجة عايزة تطلع تضمها وتشتكي حالها من بعد ما طال السفر، لما كانت تخلي الشعبي الولد اللي ماشي في الشارع بيغني أشعار أطلال وولد الهدى بيغنيها شعب ناس بسطاء، ازاي بتنقل المعنى ده؟ ازاي شفتي لايف كانت بتكتب ولوك مجلات الدوليه ونيوزي بتكتب على ايام حفلتها ان كان بيتوقف المرور في البلاد العربيه كلها اللي يسمعوا ام كلثوم يستمعوا اليها. العرب ما اجمعوش على حاجه قد ام كلثوم، العرب اجمعوش على رئيس ولا لا على ام كلثوم. وبالتالي تصبح ظاهره مش هتتكرر، قد ياتي شيء احسن او حاجه ما اعرفش، لكن ام كلثوم لن تتكرر يعني صدقيني في المعنى ده، لانه حتى كل الشباب الصغير روحي حفلات ام كلثوم بيعملها الموسيقى العربيه. شوفي كميه الشباب اللي هناك. صح. مع المهرجانات ربنا بيعوض، مع الحاجات اللي بتطلع دي شاكوش والبطاقه والحاجات بيطلع ام كلثوم تاني بيبقى في جيل عاوز يسمع. لا ام كلثوم في مكان لوحدها يعني كل ما بتيجي يتفتح ولد شاب او بنوته للحب او السن ده ام كلثوم. فكرتني بجملة فعلا دكتور محمد، مش فاكرة مين اللي قالها لي، بس حد مرة قال لي انه الانسان يعرف انه بيحب لما يبتدي يحب يسمع ام كلثوم. صحيح. احاسيسه ابتدت تتفتح للحياة. بلاسم زي الوردة اللي ولو ما بتحبش ام كلثوم تبقى لسه ما حبيتش. مش عايز اعمم، لكن هو الغالب ده، لان المعاني مختلفة خالص والتنوع مختلف خالص. اكيد. يعني ايه الاغاني اللي لحد النهاردة بتحب تسمعها؟ لأم كلثوم حسب المود. حسب المود، لما تكون فرحان مثلا
لما تكون يعني وحيد شويه. يعني انت اصحي الصبح كده واسمعي غنوا فيها صباح الخير يا اللي معانا. الكروان غنى وصحان. بتاعت العشق الالهي اللي كانت بتعملها اللي عملها بيرم التونسي. دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى لي بدمعي ناديته. انا فاكر بتقول على واحد بتحبه لكن يطلع في الاخر انها بتناجي الله سبحانه وتعالى في مكه. صحيح. والتصاور بتاع يعني شيء لما تغني للنيل بغنوا النيل، النيل ومشكله النيل دي قصه ثانيه. شمس الاصيل ذهبت غوص النخيل والناي على الشط. ايه ده؟ اي حد عنده شيء من الخيال البسيط يعيش المعاني دي يحس بغنى، يحس بارتواء، يحس انه بيتشرب بدل ما متشقق كده مع الحياه وصعوبتها. مين الشخصيات يعني المثقفين مثلا، شعراء، فنانين مثلا، ملحنين، مين الشخصيات اللي كانوا يعني في بينها وبينهم مساحه من التزور يقدروا يقولها البيت؟ هي بيتوتيه بالتكوين. يعني اختها كانت تحت مع اولادها، البيت والزياره والاقارب كان اكثر من زيارات. كان مثلا في حفلات طبيه تحضرها مع ابويا، كان يبقى عاملين دكاتره ميتنج كده حفله عشاء تروح تقعد معاه، تغيير عن ال. لكن من الفن والفنانين كانت معارف كده بالتليفون او صداقات مش كبيره يعني بسيطه يعني. ما كانش في عندها يعني حته التزور بقى او ما كانتش قوي، كانت بيتو يعني تميل لبيتها اكتر والاختصار المواقف دي يعني. كانت بتقول ايه عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعلاقتها بيه، كان شكلها عامل ازاي؟ لا جمال عبد الناصر بالنسبه لها عشق خاص يعني. خدي بالك ان ام كلثوم فجاه لقيت ان ساعتها ما بتتعملش، اما الثوره قامت ممدوعه فكلموا الصحفيين من اصدقاء مصطفى وقال له يا رئيس دول مانعين ام كلثوم من الغنى. قال له ازاي؟ عبد عبد الناس طلب اللي كان ماسك الوقت ده، قال له انتوا مانعين ام كلثوم؟ قال له ايوه هي غنت للعهد الباقي. عبد الناس قال له طب كان الهرم موجود ايام العهد الباقي، روح هده بالظبط نهدمه بعد ترجع ام كلثوم. بس انت ما نسيتش ده ليه؟ هي طبعا ام كلثوم. وبعدين ما تنسيش تأرخت للثوره يا جمال يا مثالي الوطنيه اجمل ايه ده؟ هو لما يعني الغنى الوطني قصه كبيره قوي.